انا جاي اعتذر لك النهارده لان انا مقتنع ان انا وانت في نفس المركز. ريهام ممكن تكون محظوظه هذا العام. هل تنجح ريهام حجاج باول بطوله مطلقه في رمضان؟ انا شايف ان خالد النبو اكبر بكتير. مش هسيب اللي عمل كده غير لما يدفع الثمن. مسألة الأفيش أعتقد أنه مسألة إنتاجية بحتة تخضع لظروف الإنتاج، إنما كون أن ممثل يهدد أنه هيعتزل بسبب ما يحدث على الأفيش أو ما يحدث في الحركة الإنتاجية ده صعب. أنت اجتهد وقدم شخصيتك وقدم دورك ودع الحكم للجمهور، ولن يبكي الفنان على مدار التاريخ سوى الجمهور وليس مكانته على الأفيش. لكن سبب انفعال خالد النبوي وتفكيره بالاعتزال كان سببه التعليقات اللي انتشرت على السوشيال ميديا وبالإعلام بعد ما تصدرت صور ريهام حجاج أول بوستر تريلر مسلسل لما كنا صغيرين. أنا جاي اعتذر لك النهاردة لأن أنا مقتنع أن أنا وإنت في نفس المركز. خالد النبوي نجم كبير وخبرة كبيرة، قدم أدوار لا تنسى، وأيضا محمود حميد، لكن أعتقد أنه مقاييس السوق بتتغير من فترة لأخرى. مين الأكثر جماهيرية هو اللي ممكن يتصدر الأفيش. الأكثر جماهيرية بالضبط النقطة اللي أثارت غضب الجمهور، فغير تاريخ خالد في الفن هو ما زال عم بيعيش نجاح مسلسل ممالك النار ودوره طومان باي اللي أبهر فيه الشارع المصري والعربي أيضا. السلطان الأشرف طومان باي. فيسبوك ومواقع السوشيال ميديا ابتدت تتحكم في اشياء كثيره جدا، بيحركوا مياره كده سواء كان دي صحيحه او خطا، كلها خاضعه لوجهات نظر انفعاليه وقتيه. انا شايف ان خالد النبو اكبر بكثير من انه يقول وضع الافيش كذا او كذا، الاداء والشخصيه والمكانه هي اللي بتبقي الفنان مش وضع الافيش. صح، عشان مستفها صح. ده الواحد بيسلم نفسه مش هيعمل كده. ليه السبب؟ شركه الانتاج باول الازمه قالت انه البوسترات اللي نزلوا مش البوسترات الاصليه، ونشروا البوسترات اللي صممتهم الشركه، واحد بيجمع كل النجوم وظهر فيه خالد ومحمود حميده بالمقدمه، وثلاث بوسترات منفرده للنجوم الثلاثه. اللي عملتوه في الماضي لا يمكن نتيجته تكون حقوق انسان. مزيكا! لكن بعد الأخذ والرد من قبل المحطات اللي تعرض المسلسل وتكذيبها لكلام شركة الإنتاج بموضوع البوسترات، منتج المسلسل أحمد عبد العاطي حب يضع حد لكل هالجدل، فنشر بيان وضح تفاصيل خاصة بتعاقد خالد النبوي مع شركة أرت ميوزيك. قال فيه: خالد قد تعاقد على المسلسل وهو يعلم أن العمل خاص بريهام حجاج، لذلك تقاضى الأجر الأعلى في رمضان، وبأن الشركة وفت بجميع تعاقداتها المادية مع خالد النبوي وتسلم منها 75%. ونظرا لاحترام الشركة لتعاقد ذاتها، فالشركة ملتزمة بجميع بنود العقد المبرم مع النبوي، وتتر المسلسل سيعكس القيمة الفنية الكبيرة للنجمين محمود حميدة وخالد النبوي. وكخطوة أولى رجعنا شفنا برومو جديد للمسلسل. ساعات كتير بنقابل بني أدمين ونفتكر أن دول عشنا طول عمرنا ونستناهم. أنا كل اللي بيشتغلوا عندي زي ولادي. ريهام ممكن تكون محظوظة هذا العام بوجود نجمين عندهم خبرة كبيرة زي خالد النبوي ومحمود حميدة، دول اللي يدوا ثقل شويه للمساله، مساله الدراما، وربنا يوفقها يعني. مش دايما بنختار صحينا. لكن السؤال اللي عم بينطرح بهالوقت، هل الان اسم ريهام حجاج كافي ليحمل بطوله مطلقه في الاعمال الرمضانيه؟ ريهام فنانه موهوبه، من حقهم ان هم ياخدوا الفرصه، بس ارجو انها تكون فرصه مدروسه كويس من دور يقدر يقدمها بشكل مختلف في وسط دراما جاذبة، عشان تقدر يبقى الخطوة اللي أقبلوا عليها تبقى محسوبة ليهم. أنا جاي أعتذر لك النهاردة لأن أنا مقتنع أن أنا وإنت في نفس المركز. المكان ده كيان ليه اسمه وسمعته، مش هسمح لحد يهده.